النادي الأهلي هو رقم واحد كان وسيظل. بس رسالة لجمهور النادي الأهلي وهي رسالة مهمة. أنا عارف كويس قوي إن أنت زعلان، وده شعور طبيعي، وده شعور لا يمكن مشجع داخل القارة يكون بيتمتع بيه إلا مشجع واحد فقط، هو أنت. أيوة أنت. عارف ليه؟ لأن مفيش حد عنده القدر ده من الرغبة في حصد البطولات غيرك أنت كمشجع للنادي الأهلي. أي فريق، وأنا بحط تحتها مليار خط، أي فريق داخل القارة باستثناء النادي الأهلي لو محقق حاليا 2 دوري أبطال أفريقيا وبطل الدوري والكاس السابقين وبطل السوبر الإفريقي، وعلى انتظار أنه هو يلعب كاس عالم الأندية جديد وسوبر إفريقي جديد، كان بقى شايف أن طبيعي جدا تفقد بطولة. بس احنا عندنا ده مش طبيعي، احنا عندنا النادي الأهلي بيكسر الطبيعي. النادي الأهلي استثناء لكل قاعدة، وده اللي بنحافظ عليه. بس وانت زعلان خليك فاكر ان الحتة الأدنى والأقل في طموحك هي سقف طموح المنافس اللي نفسه يشب عشان يطوله. انت متخيل انه نفسه يشب عشان يطول أقل حتة في طموحك؟ الفارق كبير. ازعل وحب ان فريقك دايما يكون بطل، لان احنا ما نعرفش غير كلمة البطل. بس افتكر أقل حتة في طموحك هي أعلى حتة في طموحك.